صحيح. ابراهيم انت كان عندك تحفظ على البيست سيلر بشكل عام. اه. وكتابات احمد خالد توفيق الله يرحمه الدكتور احمد خالد توفيق تستطيع ان تصنفها في البيست سيلر دائما. آه. ليه معترض على هذا النوع من وده يعتبر تصنيف قرائي اكتر منه تصنيف دلوقتي عامل ثلاث طبعات هو بقى. ايوه لا انا الحقيقه طول عمري يعني انا عندي يعني انا بشكل شخصي ما اعرفش مع الوقت والقراءات وكذا ما كنتش بحب البيست سيلر او يعني عندي ريبه شديده تجاه البيست سيلر باعتبار ان هي الادب فيها وصايا لا انه اللي فيها اولا فيها وصاية رأس المال يعني أي. رأس المال أكيد موجه الحكاية دي ده دي شكوكي أنا الخاص من منطق التسليع كل شيء الحاصل وإنه الناس كلها بتقرأ نفس الكتاب معقولة يبقى فيه برضو في حاجة خفيفة هنا يعني حتى موراكامي يعني ما قدرتش أقرأ موراكامي إلى الآن لسبب الإقبال الشديد عليه فبالتالي أحمد خالد توفيق بالنسبة لي مش استثناء يعني ولا هاري بوتر ولا أي حاجة كان عليها البومينج ده أنا بتأخر كتير قوي عشان أقدر أدخل عليها بحس إنه فيها في رأس مال ورا الحكاية هنا يعني بقى تفاصيل أصله ما هو أنت عندك يعني أحمد خالد توفيق أو تقول لي ستيفن كينج أو تقول لي هاري بوتر اسمها جي كي رولينج يعني ليه ما حدش عمل ألتراس ليها وهي ما حدش في الدنيا قرأ قد الكتب بتاعتها احنا مش عارفين إذا كان عندها ألتراس ليها ألتراس على فكرة حتى يعني بس يعني مش فكره يعني في كلام على النصوص دايما وعلى احنا عندنا كلام يعني احنا لو شفت الكلام دلوقتي كله مفيش كله على احمد خالد توفيق طب انا عندي سؤال احنا فين يعني حد انا عايز اقول لك على حاجه عندي سؤال صغير انا بعتذر جدا دكتور بس لان عشان الوقت ما ياخدنيش انا لفت نظري جدا كلام الاستاذ ابو جليل لما قال ان هو انت جيل من السلفيين وان كتاباته كانت ليها هذا الخط وهذا التاثير انت بعيدا بقى عن الصياغه الادبيه اللي انت كان عندك عليها ملاحظات هل تتفق مع هذه الرؤيه انا بشوف ان هو كان شخص متسامح جدا انا قابلته يعني انا كنت مختلف معاه كومبليتلي في الموقف السياسي وقلت له ده يعني بحدتي اللي فيها نوع من اللطف المعتاد وهو تقبلها برحابه مدهشه هو شخص رحب جدا ومتسع الافق جدا وفظيع ففكره ان هو انت جيل سلفي دي ما اقدرش انا ما اشوفهاش يعني انا ما اقدرش شايف ان